فابينيو مرير، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل للاعب بن حليب، بن حليب بن حليب يمرر، والهدف، الهدف الاول لفريق الرجاء. الشاكير يهز الشباك هنا بمدينة طنجة بعد مسيرة يعني موفقة مع فريق الجيش الملكي، وبعد أداء جيد مع فريق الجيش الملكي عاد لأحضان فريق الرجاء، يهز الشباك هنا بالملعب الكبير لمدينة طنجة. هدف فؤاد ربما غادي يعطينا مباراة أخرى، غادي يعطينا تحرك فريق اتحاد طنجة للبحث عن هدف تعادل أو البحث عن أهداف أخرى، وكذلك فريق الرجاء يعني لتأمين النتيجة.